ما علاقة التبغ في الولايات المتحدة بالحركات التي تعتبرها الحكومة إرهابية؟ علاقة كبيرة كما يقول بعض أعضاء الكونغرس الذين يريدون تمرير مشروع قانون يشدد العقوبات على مهربي السجائر. الاتهام هو أن المهربين يكسبون الملايين ويرسلون الأرباح إلى الشرق الأوسط لتمويل الإرهاب. ما يفعله هؤلاء المهربون ليس معقداً، فمثلاً إن قمت أنا بشراء علبة سجائر من بقالة مثل هذه في العاصمة واشنطن فأنا أدفع دولار كامل في الضريبة، ولكن إن قمت بالانتقال إلى ولاية فيرجينيا عبر هذا الجسر هنا فأنا أدفع 30 سنت فقط لكل علبة سجائر. وهذا بالتحديد ما يفعله هؤلاء المهربون، هم يشترون كميات كبيرة من السجائر من الولايات ذات الضرائب البسيطة وينقلوها إلى الولايات ذات الضرائب المرتفعة. ونقل كميات كبيرة من التبغ بقصد التجارة عبر الولايات بدون دفع ضرائب للولاية التي يباع فيها أمر غير قانوني. ويشير عضو الكونغرس الديمقراطي أنتوني وينر إلى قضية حصلت في ولاية نورث كارولينا عام 2002 تم فيها إثبات بيع كميات من السجائر بملايين الدولارات وإرسال الأموال إلى حزب الله. تم تحويل ملايين الدولارات لجهات مثل حزب الله، ولكن لا نعرف المبلغ الدقيق، فمن الصعب محاكمة كل شخص يهرب التبغ، لأن تهريب التبغ يقع تحت خانة الجرائم ذات العقوبة البسيطة. أما إن تم الموافقة على مشروع القانون فسيرفع هذا من العقوبة ومستوى الجريمة. لكن كريم شورا مدير لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية يشير إلى أن معظم الاتهامات التي يواجه بها المهربون ليس لها علاقة بالإرهاب بل بغسل الأموال أو التهرب من الضرائب. ليش تستعمل هالأسامي حزب الله وحماس وجماعات عربية ومسلمة؟ القانون نفسه ما له أي دخل بالعالم العربي أو بالشرق الأوسط، هو قانون جنائي. كان ممكن تستعمل كمان مثلا الفارك في كولومبيا، ليش ما استعملت فارك في كولومبيا بدل حزب الله وحماس في العالم العربي؟ المستفيد الأول من قانون يحد تهريب السجائر هو الولايات التي تريد جباية الضرائب المستحقة. أما علاقة المهربين بالجماعات المصنفة بالإرهابية فهناك حالتين مثبتتين في المحاكم فقط لغاية الآن. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.